أعتقد أنكم عندما تقفون على ما يحدث بالنسبة لغلاء المعيشة إنما تعكسون ما يعيشه المواطنون والمواطنات، بحيث أنه كما قلنا لهذه الحكومة خلافا لما تقوله حول نسبة التضخم، فاليوم اللحم 140 درهم والبوطات زاد فيها والبنزين والغازويل في 13 و14 و15 درهم. أضاحي العيد اليوم نعلموا أنه رغم دعم ديال المستوردين أقل ما يمكن أن تحصل عليه بالنسبة لإكباش هكذا بهذا الكبر ديالها أو الصغر ديالها، فهي كتسوى 2500 و3000 درهم. أما الأغنام اللي من أصل مغربي فأكثر من ذلك بكثير. ولذلك ننبه هذه الحكومة إلى دقة هذه الأوضاع الاجتماعية وإلى ضرورة الاهتمام الفعلي بالأوضاع الاجتماعية.